الخلفية أخوتي عادت الخلفية الأسطورية اللي فيها الصور ديال الأعمال ديالنا، صور ديال الجوائز ديالنا مع التشققات وما إلى ذلك. أخوتي السلام عليكم، معكم جمال ألفا بيبي نايضالي شعيرة في عينه، يعني اللي كيشوف عيني من فوق راه ما ضربني حتى واحد على شعيرة. دابا البلان وما فيه شي واحد كان نايضالي الشعيرة، سمع وبشاخد دوك سبعة الشعيرات. شنو هما الشعيرات؟ هو الشعير فهمتي، زرع هو الشعير، خدا سبعة وحطهم في الشانطي. انا ركلتهم واقيلا برجلي ما شفتهمش، لصقت فيا. دابا القالب وما فيه، خاصني جانا ندبر على سبعة الشعيرات نحطهم في الشانطي تلصق في شي واحد، يعني ما محتاجينش حنا بوماطا ولا هذيك التقطيره ولا شي لعبه نداوي، ولا حنا ما كاين ها واحد يدي تقليد الاخر. باق 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 الشعيره اخوتي هاديه هادي. دابا هادي كتنفخ شويه غتسد ليا عيني بلا ما تشوفوا في هادي اخوتي، انا ما فهمتش هادي اصلا منين جات. المهم اخوتي راه بداو تضحك تخسر الناس اللي كيشاهدونا اول مره، ديروا ابوني اخوتي، وصلوا الفيديو اخوتي ل 100 الف لايك. القواعد راكم عارفين، عندنا خمسه ديال القلوبه في كل فيديو غنضحكوا فيه خسرنا قلب. ليتس جو بيبي. ذكرى عيد ميلاد سعيد، جوايز ابي بوناني خير خير خير. شكال ذكرى عيد ميلاد سعيد، جوايز ابي بوناني خير خير خير. جوايز ابي بونا بيبي خير. جوايز ابي بونا بيبي خير. ذكرى عيد ميلاد سعيد، جوايز ابي بوناني خير خير خير. جوايز ابي بونا بيبي. اللي عارفه اخوان الله يكتب، الله يرحم الوالدين، اللي عارف يكتب لنا في الكومنتات. جوايز زافي بوناني خير خير خير. جوايز زافي اللي عرف اخوتي يكتب لنا في كومونتير، ندير عنوان ديال الفيديو هادي. خويا جمال اللهم قوي ايمانك، الحياه غيديروا التحدي. نايس ما بلانش سلوى ديك الله يحفظك، والله ما كنعاود نفس المشكل. الله يحفظك سلوى، والله ما كنعاود نفس المشكل، اقسم بالله ما كنعاود. يلا عطيني اخر. والله يخلي لك والديك عافاك، والله ما قدرتش ما قدرتش بالله عليك، عافاك سلوى عافاك، والله ما كنعاود. عطيني اخر فرصه يا الله عافاك، والله ما بقيت عاود هذا الشيء من اليوم سلوى، والله ما نقدر نعيش بلا بيك، اقسم بالله عافاك. تخليت عليا عافاك سلوى، والله ما نقدر نعيش بلا طاقي وسلوى الخوت، طاقي وسلوى باش تلا تحتو في سلوى ديال بصح. ولا سيري بنتي الله يلك ويلك، كان فريمون هاد السيد تيهضر من قلبو حشومة تشوهي الصراحة، والله إلا حشومة بالله، والله الله يهديه والله يعفو عليه. تا مالا هي خبزو، تا مالا هي الأكسجين. وانت واش مطنق ولا مالك؟ تا سلوى هي ماتت غتبيعها، ها غتبيعها غتكالي عليك الهيف. لا كاع لي تيقول ما قدرتش نعيش بلا بيك، عرفوا هذاك اكبر مطنق ولا اكبر كذاب، وحده من الجوج. لا اله الا الله، لا اله الا الله. علاش فاش تزوج ما خاصكش تسكن مع نسابك؟ تسكن مع نسابو، ضرب معاهم واحد 3 شهور وهي تعيط لي امو، قالت لي شوف وليدي ما تيقش في النساب راه واعرين، وما تبقاش عليه حتى ولك تاكل، تبقى حال فمك بحال شي طبع. قال الوالدة ما تخافيش، رانا اللي مكلب بالكوزينة، كان طيب كان صيق كان جفف. قالت لي صافي يا وليدي اللي عطى الله عطاه، قاعد على البحر. تزوج وسكن مع نسابو، ضرب معاهم واحد 3 شهور وهي تعيط لي امو، قالت لي شوف وليدي. اللي تمو كانت ميتة السيد تضرب 3 شهور عاد معيط عليه، واللي عطى الله عطاه. I'm scared dad. Do you trust me son? Yes. Come on son. Rule number one, never trust anybody. من الاخر. I'm scared. بوك ما تيقش فيه، هادشي اللي بغاو ما يوصلوا لك فهمتي، بوك ما تيقش، يقدر في اي لحظه كوج دروي يطيح هكا فهمتي. ما تيقش، تيق بالله سبحانه وتعالى، تيق بالله سبحانه وتعالى بوالديك. ما كاينش عندنا اللي بغيت الخير قد والديك من الاخر. هادي هي الفكره اللي بغيت، ما تيقش شي واحد حتى بوك. خويا جمال بغيت ندوز خويا جمال في هاد البيت. هو يدبرنا عليها مصرك الانوار منتدى وحمار. ما حافظش كراوني النساء. كمل سير يلا بالقصري. الله اكبر ابتسكه
كل احترام النشيد ديالنا الوطني الاخوان. الفيديو فقط شاركوا معنا غير باش نضحكوا فهمتي مع الاخ ديالو كذا، باقي كاع ما حافظ النشيد الوطني وان شاء الله غادي يحفظوا ان شاء الله. وراه شحال من واحد فيكم اخوتي ما حافظوش؟ شحال من واحد ما حافظوش؟ قاعد هاي ايه صاحب مع دوار دوالي بالرجوله ما يمكنش. كلمت واحد المصطلح جديد بالعربيه، بحيث انا العربيه ديالتي ثقيله ومخربقه. دونك في الخدمه اليوم كنت كنصور الجزء الثاني ديال الماضي لا يموت، وجروني في الارض ما نقول لكمش علاش. المهم كان الخشب في الارض ويدخل ليا خشيبه في الجدم ديال ديالي، وانا نقول اي 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 دخلت لي شي حاجه في ديالي وتجرحت بحيث الدم سال. المهم كلشي قال ولي ولي ولي، هذا المصطلح هذا ما كيتقالش، عيب حشومه. قلت لهم كيفاش كتقولوا؟ انا كنصحابني واش عادي؟ قالوا لي لا 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 حشومه، خصك تقولي المؤخره ديالي. دونك اليوم تعلمت الكلمه المؤخره، اليوم تجرحت في المؤخره ديالي في الخدمه. وين خدمه هادي؟ نايس نايس او ماي جاد. لا شري عشان ديك الدي جي كذا ديال الطياب بويه. تحية للناس اللي كانوا عرفوا الوصفة وعرفوا شنو كيطيب، تحية ليكم اخوتي. يا خويا كانت عندنا واحد القاعدة، طيبوا الراس كريقلوا الراسك وما تاخدش ما عند بنادم. علاش؟ حيت تقدر تفروح فهمتي، تقدر تفروح. المهم تحياتي للناس اللي عرفوا الوصفة وما جربوهاش. خيرية ما عرفش علاش قريتها حاجه اخرى، الله يعفو. الله اكبر الله اكبر. الغباء اصاحبي دير لي زعما رويده غيحط لي كوره هنا بكامل. يو انا ريت غادي انا رونالدو. فوائد الخمر. برنامجي هل تعلم؟ هل تعلم أن للخمر فوائد كثيرة؟ فهو ينظف المعدة وينظف الكلاوي، يحرق الجراثيم ويحرق الدهون ويحرق الكبد، ويحرقك في قبرك ويحرقك في جهنم. يسكيري لاخر صوت والدين تو. مرحبا بكم في برنامجي هل تعلم. وانا ما كنشربش ولكن راه فريم ورا انا الصقع اللي قالت كان باغي نعرف فوائد الخمر. لا حول ولا قوة الا بالله. حكمة اليوم الشيء اللي ما كتعرفش ليه ما تلعبش به. بلاتي الصاد واش هو اللي غوت؟ واش المش اللي غوت هاد الغوشة؟ هاد الهضرة ماشي مش هادا، هاد الخويا الصغير ملي كضربو. بسم الله الرحمن الرحيم اخويا، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بلايم بخير. المهم هادو اللي كيتبنوتو ديال عادي ما كتحملش حتى واحد يقرا صملاها. دابا انا غنديرهم لها فودنية ونعيط عليها وتشوفوا ردات الفعل ديالها وتشوفوا عاد ام ال كي دايرة. عادي عادي اش تدخلي جري جري جري. اجي واحد المصاب مالك خوي؟ اش واقع الصار؟
واش طرا لي عاوتاني بيدي صرت الدبال ديالي انا جون سينا ملك المدينه اكل مكرونه شجع برشلونه ابويا غشاش معاها رشاش امي دبيه معاها بندقيه اختي مرزوقه معاها بازوكا انا مسكين معايا ست جيل فري فاير يس يس جيل فري فاير وبابجي روز ولا خي جماد فيديو والله تحت اول مره شنو وقع؟ حط رجله على الرماد ما ضحكتش ما تدوش يدك اصاحبي الله إيه. كاين شي ناس اللي ما غاديش يفهموا طبيعه الحال راه لا دوز سيدك غادي يهبط فهمتي كتزوج شي معكسه وتبغي تبني معاه المستقبل بنينا بخري يا مس كان جمال طيح تيتيز بشخبة كان بين ضحية ما نعلي على السلع ما نعلي على الأخوات ضف معكم هذا داخل من النهار قدرنا معكم عودنا الهدرة هل قدرت معكم داخل النهار لا لا العروسة مسابقة خارج البلاطو كل واحد شاد رزقه كيسوق أستاذ على غفلة أفادت الأمة من هذا الغياب من غياب المهدي ما استفدنا استفادت الأمة من غياب المهدي هي الاستفادة عندما استفيد أنت هدا يا عزي هدا لو سمحت خلني أجاوب القلقل على الكثير ما يعجبناش ولا بان بطل الاتصال هذا والإجابات رد إجابة صحيحة يبقنا عمي خلني أجاوب ماذا استفادت الأمة من غيابه استفادت الأمة من غياب المهدي انها استفادت من شوف رابح صقري ذا ايش استفاد ايش استفدت انت من هذا السؤال ايش استفدنا جميعا من هذا السؤال ايش استفدتنا احرجتنا عن الاستفاء ايش استفادت الامة يعني ايش استفاد هذا السؤال لا ينفع سؤال لا يعني ينفع. ليس لديك اجابة على هذا السؤال ما هذا ليس سؤال التساؤل الثاني هيا 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 تالك البرا سكران او والصباح يقول لك ما عقلتش شنو كنت كندير المهم اخوتي وصلنا لنهاية الحلقة ما تنساوش ديروا لايك اخوتي فقط الفيديو واشتركوا على القناة تلقاو فيديو ان شاء الله السلام عليكم